السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلى مشان الجسم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم غتكون وصفة للوجه، وصفة إن شاء الله غتخلصكم بزاف المشاكل اللي كتواجهها البشرة ديالكم مثل الخطوط الرفيعة، أيضا بزاف المشاكل أخرى. فنتمنى يا رب تنال الإعجاب ديالكم الوصفة. الوصفة كتحتوي على جوج ديال المكونات سهلين وبسط. أول مكون هو خل التفاح. خل التفاح البنات كنت ديجا درت لكم عليه فيديوهات بزاف، وعرفتوا الفوائد ديالو على البشرة، على الحبوب اللي كتكون في البشرة ديالكم او البشرة الوجه ديالكم. بزاف المشاكل كيعالجها خل التفاح، فكنصح اي وحدة فيها النمش الكلف وبزاف الامور اخرى من المشاكل تستعمل خل التفاح. ايضا في هذه الوصفة غنحتاجو ماء الطماطم المفيد، صراحة كيعطي واحد النضارة واشراق للبشرة ديال الوجه. فنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفة. دونك هنا عندي واحد الكمية ديال خل التفاح، وعندي ايضا واحد الكميه ديال ماء طماطم اولا الماء ديال المطيشه ديالنا. غادي ناخذ الخل ديال التفاح اللي كيجي على هذا الشكل هذا ونوضعه في مطيشه ديالي، نحاول ما نكترش بزاف، وغادي نخلط جميع المكونات ومن بعد ان شاء الله ارجع لكم. وبعد ما خلطت جميع المكونات ايضا جميع العناصر اللي كتحتوي على جوج معالق كبار ديال خل التفاح او جوج معالق صغار. بالنسبه لخل التفاح البنات كيجوني اسئله كثيره ديال واش ممكن نستعملوا خل التفاح ديال المنزل ديالنا، يعني تكونوا نتوما مصاوبينه باليدين ديالكم. اكيد ممكن البنات، لانه خل التفاح ماشي مشكل سواء كان ديال المحلات التجاريه او نتوما اللي مصاوبينه في المنزل ديالكم. كيف كيف بحال بحال، خذوا الاختيار اللي يعجبكم واكيد اللي يناسبكم. دونك فوالا. وبالنسبه للماء ديال المطيشه ولا ديال الطماطم غتحتاجوا جوج معالق كبار حتى لجوج معالق صغار، يعني لو شوا ديال لو شوا، يعني عينكم ميزانكم كيف ما تنقولوا حنايا. ومن بعد تخلطوهم مزيان وتعملوهم كقناع للوجه ديالكم المده كتروح ما بين ثلث ساعه حتى نصف ساعه لو ماكسيموم، ما تحاولوش تكثروها بزاف الوجه ديالكم، نصف ساعه كافيه في هذا القناع هذا. وايضا تستعملوا هذه الوصفه على الاكثر مرتين في الاسبوع وعلى الاقل مره واحده في الاسبوع، وان شاء الله كتعطي النتائج على الوجه من الاسبوعين حتى لثلاثه اسابيع على الاكثر. والوصفه غزاله بزاف، غادي تساعدكم على انكم تخلصوا من النمش الكلف، الهالات السوداء اللي كتكون تحت العين، ايضا غتعطيكم داك الاشراق والحيويه في الوجه، وايضا غتحمر لكم الحنيكات ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي كيقلبوا على هذا الموضوع هذا، لانه فريمون فريمون الماء ديال الطماطم اولا الماء ديال المطيشه غزال بزاف، عنده فوائد كثيره كثيره ومتعدده البشرة ديال الوجه ديالنا. فكنصحكم انكم تستعملوا هذه الوصفه على الاكثر مرتين في الاسبوع وعلى الاقل مره واحده في الاسبوع فقط. انا اكيد كنرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم، فما تنسوش من ورا ما تجربوها تردوا علينا في خانتي التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، ايضا ضغطوا على زر الجرس، وايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غادي تلقاوها في صندوق الوصف. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.